النجم الساحلي أو العالمي، يعني يمكن النجم اسم على مسمى، لعب كاس عالم كرة قدم مركز رابع، لعب كاس عالم كرة يد مركز رابع، عنده أرقام قياسية. الشوري عدى نجم الساحلي، كان بطل العالم في الثمانينات. أنور عياد في الهاندبول أول لاعب يفوت الألف هدف في تاريخ البطولة الفرنسية، نعرف كرة اليد في فرنسا. صالح الماجري اليوم والتيتوال والتونس يلعب نهائي الشامبيونز ليج ضد المكابي في الباسكيت في ميلان. أيضا كانت تحبهم جابر بطلة رولان جاروس باعتبارها عاشقة للنجمة، وعبد المجيد الشتالي الأسطورة والمدرب عربي حقق فوز في تاريخ الأفارقة والعرب في كأس العالم، الاسم التاريخي أو الرمز التاريخي بتاع النجم الساحلي. نرجع في 27 دقيقة في الشوط الأول.